نبدأ أخبارنا الرياضية بالنادي الأهلي اللي بيستأنف تدريباته امبارح على ملعب الكريكت بمدينة أبو ظبي استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس سوبر المصري اللي هتقام بكرة إن شاء الله على استاد محمد بن زايد. لعيبة النادي الأهلي بيأدوا فقرات بدنية وفقا للبرنامج اللي حطوا الجهاز الفني قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية. بيختتم المران بتقسيمة بين الفريق. من نادي الأهلي نروح لنادي الزمالك اللي بيشهد امبارح إقامة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز محاضرة فنية مع اللعيبة في مقر فندق الإقامة بأبو ظبي. اللعيبة بتخوض لكرة القدم بتخوض فقرة تدريبية بدنية بيخوضها مدرب الأحمال استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في نهائي السوبر المحلي. نروح لكرة القدم العالمية. فريق اي سي ميلان الإيطالي بيحقق الفوز على فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب سان سييرو ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا طبعا في شكله الجديد. في نفس البطولة فريق ريال مدريد الإسباني بيحقق فوز كبير على فريق بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 5-2 في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. فيما يتعادل فريق باريس سان جيرمان مع فريق بي اس ايندهوفن الهولندي بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025. بيرتفع رصيد باريس سان جيرمان لست نقاط في المركز 17. في المقابل بيحتل فريق بي اس ايندهوفن المركز 27 برصيد نقطة واحدة فقط. نادي نيوكاسل الإنجليزي بيعلن عن تجديد تعاقده مع النجم الشاب أنتوني جوردون بعقد طويل الأجل في ظل وجود رغبة من عدد من الأندية الإنجليزية في التعاقد مع اللعيب اللي كان بينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي. كده مشاهدينا نكون خلصنا نشرتنا الرياضية. نعود بقى لزملائنا مصطفى ودينا لاستقبال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا رجائي.